السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجدكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطايا 7. اليوم راح نلعب الأسبوع الثالث من برجروس بلجيوس ونشوف شلون راح نقدر نجيب سكور 9000. طبعا المهمات هي انه تخلص من ادوار، يكون عندك او لما تخلصها يكون اتش بيات فريقك اعلى من 40%، وتضرب 10 ضربات اتريبيوت ادفانتج يعني تضربه بعكس لونه، واخر شيء انك تخلصها بفيري. طبعا اول فريق لقيته واحد يوتيوبر عامله اللي هو هذا الفريق، بقت الحقيقه خلينا نجربه ونشوف هل راح نقدر نجيب فيه هذا السكور ولا لا. طبعا الثلاثه هذول حاطط لهم اتش بي ست، حاط لهم اعلى شيء. طبعا هو كثير بيضرب هيل برام، عشان هيك حطيت عليه ترميل، وطبعا كينج حطيت عليه اتاك، بس اعتقد ممكن نغير كينج وحط عليه اتش بي اذا لقيت انه اوريدي عم جيب الماكس دامج، لانه هو في عندك ماكس دامج ما فيك تطلع فوق، يعني حتى لو كان اتش بي اتاك 500000 ما راح يضرب غير بس عن 75000، عرفتوا كيف؟ خلينا نجرب هذا التيم ونشوف راح ينفع ولا لا. حطيت له، كنت شلت الاتاك منه بعدين رجعت له اياه هاي، والين حطيت له تارميل. خلينا نشوف هلا شو راح نقدر نعمل. بنعمل اول شيء هاي، بعدين هاي، بعدين هاي، بعدين هاي. هذول كلهم اي او اي، يعني هي اربعه راحوا من اصل 10، لانه لازم تخلص تضربهم 10 مرات. خلينا نشوف هلا بنخلصها ولا ما بنخلصها. مو هذا الكات اللي بدنا اياه، بس اهم شيء ما يعمل لي التاكسي التاكسي لكينج. حلو، ما عطوا لي التاكسي لكينج. نعمل هاي، بنعمل هاي، نعمل هاي، و هاي اي وي لا سنجل تارجت. لحظة شوي، نعمل هاي، نعمل هاي، هيك نعمل هاي مبدئيا عشان خلي معنا كارت اذا اعتزناها اللفة اللي بعدها. حلو، كتير كتير حلو الكروت اللي معنا. هلا بنعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك وهيك. بده يطلع لنا كارت لكينج للأسف. هلا بنعمل هيك، نعمل هيك، ندمج هدول الكرتين ومروح هاي. حلو كتير. حتى لو عمل علينا دمج مو مشكلة، هلا حنجيب التي كينج اللفة الجاية. راح نضطر هاي اللفة نعمل هيك، نعمل هيك، و نروح هاي الالتي نعمل هيك. هيلنا جزء كبير من اتش بينا وهذا شيء جيد. منيح الدرع صمد. اعتقد هلا
فينا بقى نقتلهم، إذا ما ماتوا بعدين هاي على البوس. مات. حلو كتير، كارتين لاكينج. معنى هي هلا تشيل الستانس، ومعنى هي تنزل الرانك. بس لحظة، أول شي بنعمل هاي، بعدين هاي، بعدين هاي، بعدين نخلص من هاي. نزلنا له، أخذنا خمسينات. كثير حلو. جاب ألتيميت. نعمل هيك، نعمل هيك، بننزل له الرانك تبع كروتو، وبنجيب هاي لهون. ناخذ شوي لايف ستيل، بس يمكن ما تشتغل لايف ستيل لانه علينا ديكريس. كم وحده هلا؟ 8. المفروض كنا نخلصها هلا، ليش ما عم تخلص يا الله؟ عم نطول فيها كثير لحنا. نعمل هيك، نعمل هيك. نعمل هيك، يلا. واخيرا خلصناها. خلينا نشوف السكور هلا، 9,086. لو خلصناها باقل كنا جبنا بحدود العشر، لا شو، 11,000 ممكن. بعدو بس باقي تخلصوها بليفل، قصدي بسبش يعني اقل من 8 دورات. اذا كان عندكم كرت كتير لكينج فيكم تخلصوها بكل سهولة. طبعا التيم الثاني اللي فيك تخلصها فيه هو هذا التيم هيلبران، بس مشان الاتش بي، مشان يعطيك، مشان يعطيك شو اسمه بفات كتير، انه كل ما زاد اتش بيك كل ما بصير السكور تبعك اعلى. وطبعا مترونا مشان تهيل فريقك، وديان مشان تحطهم عليها وما يضرب مترونا وتقدر مترونا تهيلك. بس شو طبعا هذا التيم شو مشكلته؟ مشكلته انه اثنين عندك حمر، عرفتوا كيف؟ والرئيس هو الاخضر. بقى هيك ساعتها انت بدك يكون حظك حلو انه يضل يجيك كارت لكينج وكارت لهيلبرام مشان تقدر تخلص تبع العشرة وتقدر تنهيها بهيلبرام او كينج. بقى بس هون بكون وصلنا نهاية الفيديو. تعالوا اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك الفيديو، شوفكم على بقناة كل جديد مني، شوفكم على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.